لكن خلنا برجع الموضوع اللي إلى منه جاءت نشب وتسلف. اي والله تو بعايض يقول انه بعد بكره يزهم يبي سلف منك، وانا زاهمن علي من بكره ما اصبر الا بعد بكره. والله انا جالسين، يمكن انت قلت السالفه، لكن كنا جالسين ومجموعه من شباب وكذا، و قال تعرفنا عليه ولا ولد حي وكذا، انجم باسر له تلفون يدك، سلام سلام كيف الحال شلونك طيب اخبارك وذا، الله تعرف انا عندي الغنيمات وذا، واني والله ابي لي ديدسن ابي اشتريه وتكفلني. قلت انا متى متعرف عليك؟ وكفلت على طول. قال انا البارح انا وياك وذا. طيب ما تستحي انت، ما تستحي على وجهك، ما كملت 24 ساعه متعرف عليك، زهمه تبيني اكفلك، ما تستحي انت عيب. واحط والله عليه واحط عليه واحط عليه. قال يا اخوي لا، قلت المهم لا عاد شوف زاهم علي، بدل من اللي يعطيك رقمي، من اللي بيعطيك الرقم؟ لا خلاص يا رجال، ما قلت لا لا من اللي بيعطيك الرقم، خل اوريك، لا عاد شوف زاهم علي يلا. والله شكرا. فانا اقول حقيقه مشكلتنا، تدري شو مشكلتنا؟ اللي يجاملون مجامله. صحيح ترى اللي يجامل، وهذا خطا، انت تجامله معناه انك تعينه على طبعه لمحك طوره. ايه انت تعينه، لكن افرض انه جام عليش، يعني خلونا عاد يعني ترى احيانا بعض المطلوبه، افرض انه جاء في مجلس وانت والله عندك ناس جيدين ولا ودك حقيقه تنحرج معهم في مثل، ممكن ترى ترمي بطريقه مزح، هذا ابو فلان هذا جارنا على الله يجزاه خير متسلفه من الدنيا كلها، جيبها بمزحه انت لا تجيبها ب والله مهمون هي ما يخالف ترى في مونة على الناس كلها راح تعطى يا اخوي في مونة على الناس كلها.